الحكيم العليم الغفور الحليم، هذه كامل أسماء تخليك تبحر 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 في خالقك، وتفيق باللي كاين واحد العلاقة اختفت، وهي العلاقة بين الخالق والمخلوق اختفت راحت، والربط فيها والسر باش تولي هذيك العلاقة هي أنك تعاود تتعرف على الله. ماشي كما رانا نقولوا حنايا إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وحنا نجيو بدا نحكموا 99 اسم ونحفظوه. أولا ربي سبحانه وتعالى ما عندوش 99 اسم برك، أقرأ قرآن أقرأ قرآن وحيشد كل راس قدامك قال هذا اسم العزيز أكتبه أكتبه تفوت 99 مش حال. حتى إن العلماء الذين ألفوا تأليفا خاصا بالأسماء الحسنى قالوا حسبنا أردنا أن نعد كم أعداد كم هي أسماء الله فلم نجد لها عدا، أسماءه التي لا تحصى سبحانه وتعالى، منها من علمها أحدا من عباده إحنا اللي نعرفها، وكاين اللي علمها لبعض الناس الخاصين، وكاين اللي استأثر بها في علم الغيب عنده. وزيد على ذلك أن هذه الأسماء الحسنى التي هي أسماء الله تبارك وتعالى دير منيح في بالك باللي إحنا لا نحصيها إحصاء بمعنى من أحصاها دخل الجنة معناتها تحفظها، لا لا، أحصاها بمعنى أنني عرفتها العزيز، ومن بعد العزيز كي عرفت أنت العزيز وش بعد وش تفد ثقافة مش حقوش ثقافة إحنا، أم كين ناس يجوا متقفين يوم القيامة تسعر بهم النار هم الأولين، نسحقوا حاجة أن اسم العزيز وش انتج فيك، هذا هو الأسماء الحسنى هذا يدرسوها الناس، هذه الدراسة الحقيقية للأسماء الحسنى، أنه العزيز كي تعلمت العزيز أنت وش تبدل فيك وش تبدل فيك، أنني أنا تقول أنا الله العزيز عزيز ممتنع بمعنى الله عز وجل شراو يعطينا من الخيرات مش يحلل فينا ميحتاجناش، يعني إحنا بلمزيتنا رانا نعبدو فيها وإحنا ما حنعاونوه والو كينا نمدو عزيز ميسحقناش عزيز علينا. وزيد العزيز أننا كذلك نحبه ونجله، وتولي تأثر أنت تقول خلاص أنا مش ندير مزية في ربي، أنا نجي نصلي أنا نصلي روحي ماشي ربي، ربي عزيز عني ما يحتاجنيش، أنا اللي راني نجري موراه، أنا الفقير مش هو، هو غني عني. وأنت تولي بعد هذه كلمة العزيز خلاص أطرت فيك أطرت فيك عزيز ممتنع واتصف بالأسماء الحسنى، تقول سبحان الله لأنه عزيز تسبحه ما في حتى حاجة نقص، أنت باش تولي عزيز لازم لك الصفات الملاح، ما كاش واحد مخذول بالمعاصي والصفات الساذجة والرذيلة وبعد يقول أنا إنسان العزة، إحنا العزة لينا إحنا عندنا العزة، العزة لله ولرسوله ولمن وللمؤمنين ماشي الفاسقين، إحنا الانتساب هذا وحده هذا ما يكفيكش. فلذلك الآن أسماء الله لازم تأثر فيك،